مشاهدين، احنا ديما في برنامج الصبح نحاول نجيب لكم اهم الشخصيات ونتعرفوا عليها اكثر. اليوم شخصيتنا او الشخصيه اللي انا اخترتها لكم شخصيه ايطاليه، خلينا نقولوا ايطاليه، طبعا عرفت او عرفوه بلوحه ارسمها في كنيسه السيستن في روما. احفيظه، هل عرفت من اول؟ أي من ما يعرفش مايكل أنجلو اللي هو يعني له رسومات أصبحت علامة فارقة مش بس في روما، حتى يعني انتشرت في أكثر مكان في العالم، وأعتقد من الشخصيات المهمة يلي الفنية والمبدعة. طبعا حفيظة، هو اليوم ذكرى وفاته، هو من الشخصيات اللي كانت مهمة جدا في عصرها ولغاية الآن هو مهم. صحيح. شراك نشوفوا بعض المعلومات عليه ونرجعوا. طبعا الفنان الإيطالي مايكل أنجلو رسائله أو لوحاته كان فيها ديما رسائل مخفية، ممكن شيء هذا اللي خلاه يتميز عن غيره. حفيظة، شنو الشخصية اللي معك؟ أول شيء مايكل أنجلو من الشخصيات الكبيرة الفنية، وهذا أكبر دليل أن الفن آية ما يموتش، يعني حتى بعد وفاته نحن اليوم نذكره في 2019 في ذكرى وفاته، وفي نفس الوقت عرضنا أهم مراحل ومعلومات عنه. معايا شخصية أيضا لها علاقة بالفن ولكن بشكل مختلف تماما، يعني أحمد الملقب بكاسكو، هو أحمد الغزاوي، يشتغل في شيء له علاقة بالفن ولكن بشيء مختلف جدا، وانشهر بتشيز كيك، يعني بصناعة الحلويات، وأصبح شيء ومثال يحتذى به للمواهب يلي يكون عندهم شيء وحابين يطلعوه بشكل وصورة إيجابية ورائعة. خلينا نشوفه مع تقرير عن أحمد كاسكو ونرجع من جديد. صباح خير، أحمد محمد الغزاوي، دراستي معهد حاسوب الآلي. بداية مشوار الموضوع تشيز كيك كان مع خالتي، كنت نخدم معها مسوق، يعني كانت هي تخدم تشيز كيك بأنواعها، جميع أنواعها، يعني كنت نأخذ منها ونسوق للقهاوي، فحبيت موضوع التشيز، حبيتها، وأنا من عشاق الحليب ومشتقاته، فهمت؟ فبعدها خالتي سيبت الموضوع هو، فأنا خشيت للموضوع التشيز، قعدت نخدم بروحي، نخترع في طرق بروحي، كل مرة ندير في طريقة، كل مرة صنف، كل مرة تشيز نوع جديد، حشوة جديدة. بشوية بشوية يعني الحمد لله لقيت روحي نحب هالخدمة هذه أتكون فيها، يعني حبيت نطور من نفسي، يعني بعدة أصناف، أنواع، نكهات غريبة، و يعني حاجة غريبة وما فيش في ليبيا، يعني ما فيش حاجة اسمها موضوع مثلا حد متخصص يعني بتشيز كيكهم، يعني أكثر محلات حلويات تلقاه يخدم في كل شيء، من كيكات، من حلويات شرقية لغربية، كل الأصناف. فأنا ركزت على موضوع تشيز كيك، يعني نبي حاجة غريبة، يعني لما تخش أنت مثلا لو ربك أعطاني درت محل كل شيء تشيز كيك، والطريقة متاعي هي خاصة، يعني لما تميز روحي بتشيز كيك، يعني ما تبننش الجبنة هلبة، وما تتبننش الكريمة هلبة، فهمتها؟ يعني معدل. والله درجات نارية أول مرحلة كانت في حياتي كان عندي خالي، من اللي فتحت عيوني يعني من أنا صغير عندي خالي عادل دوكالي، الله يذكره بالخير، ورجوبة شوشان،
جيراننا، جروب خالي يعني من هم صغار مع بعض. من اللي فتحت عيوني لقيت خالي يحب المطوات، فمن هذيك عشقت المطوات وهبال يعني. تشيز صنعة يعني صنعة ونحبها، درجات نارية حب يعني حاجة. لما تطلع أنت تسوق مطوك وتلبس كاسكوك وتدير موسيقى في ودانك وتشد الطريق، متعة ما يقدرش حد يحسها المتعة لين تجربها. إحساسها داخلي ما نقدرش نوصفهولك لين أنت تجربها. حلمي إني أنا ندير محل تشيز كيك بإذن الله تعالى، تشيز كيك هوم، نبيع فيه جميع أنواع تشيز كيك بجميع أنواع وبالنكهات متاعها بإذن الله تعالى. هذا حلمي يعني بإذن الله. اللي نحبها أنا تشيز كيك بالفول السوداني. أجمل رحلة درناها إحنا جروبنا لجادو كانت في 2013، مشينا جروب ما شاء الله سيارات كلاسيكية ومطوات كلاسيكية لجادو. نشكر برنامج الصبح ونشكر قناة 218 ونشكر أستاذ أيارة بارك الله فيك، ونشكر أستاذ أسامة على التصوير وعلى صبرة معاي وبارك الله فيك، ونشكر طبعا أنس وأحمد الأسطى أصحابي أصحاب هافانا بارك الله فيهم وديما معاي في الدعم، وهذا مكانهم جميل وبارك الله فيهم، وإن شاء الله ربي يسهل علي وعلى جميع الشباب ونطوروا من نفسنا بإذن الله تعالى. صراحة ربي يعطيك الصحة أحمد، لأن الكيكات صراحة شكل مشهي جدا، وأنت ما انتقلتش من فن للفن، بالعكس يعني حتى فن قيادة الدرجات النارية اللي هنا المطوات فن جميل جدا، وأنت بس وصفتها بكيف أنت عندك حب له وأنك أنت دائما تحب تقود الدرجات النارية، فأنا حسيت بشعور واضح أن عندك شغف بقيادة المطوات، في نفس الوقت عندك يدين يعني من ذهب في صناعة الكيكات. شنو آية كيف شفتي أحمد في تشيز كيك؟ آية طبعا حفيظة، أنا أول مرة نسمع لمحل تشيز كيك، بس الفكرة حلوة، وإحنا في ليبيا عندنا هلبة المواهب الشابة هذه. بما أن طبعا أحمد مختص في الكيك، في الحلويات سبب من أسباب الاحتباس المائي في الجسم، شو رايك نشوفه مع بعض كيف نتخلصوا من الاحتباس المائي؟ الاحتباس الماء في الجسم هي مشكلة أكيد تواجه الكثير من الأشخاص، وممكن حتى الشخص ممكن ما يكونش منتبه أو ما عندهش معلومة عليه، فلازم واحد يراجع عليها دكتور أو يشوفها. آية شفنا قبل ما نشوفوا المعلومات حول هذا الموضوع، يعني حكينا حتى كان على أحمد كاسكو اللي صانع الحلويات وكذا، ولكن أنت مع أنه لازم يكون في توازن في بعض المحلات من ناحية صناعة الحلو، ولكن ما يكونش في أشياء سكريات ضارة أو مواد ممكن تسبب على الشخص مشاكل لقدام؟ طبعا هو ممكن فكر تجديده، وممكن هو يدير تشيز كيك اكثر من نوع، ممكن صح. نوع فيه يكون سكر اكثر من، يعني على حسب الطلب. مضبوط، وفي نفس الوقت نحن تعودنا عليه حتى في الكافيهات مرات نمشي ونلقوا انواع كثيره، فما عادش نركزوا ان وين السكر شويه السكر واجد، المنظر اكثر شيء. انا واحد من الناس المنظر لو كان مشهي اكثر فناخذه ونتحمل السرعات الحراريه فيه. مشاهدينا طبعا احنا قاعدين على البث المباشر على صفحة قناة 218، نقرأ اكيد تعليقاتكم يلي كتبتوها لنا اليوم خلال الحلقة.
نبدأ بعبد السلام أبو فارس يقول صباح الخير على جميع. طارق البكوس صباح الخير ويومكم طيب. سالم يقول صباح الخير، صباح النور، صباح النور سالم. أم محمد يقول صباح الورد. حسين سالم يقول أصبحنا وأصبح ملك لله كيف الحال. وأيضا محمد عثمان يصبح على الجميع. أيهم يقول صباح الخير عليكم ويومكم سعيد، وعملية التجميل أصبح لها انتشار كبير جدا في ليبيا خصوصا في بعض مناطق الكبيرة اللي فيها عدد سكان كبير جدا، هي أصبحت حتى ثقافة يعني مكتسبة من الإنترنت، من التلفزيونات، من الدول، إن الأشخاص لازم يكون في شيء محتاجين يعدلوه أو شخص تعرض لتشويه ما عادش قاعد يعني خلاص شخص مشوه والنقطة انتهت من حادث سير أو شيء، بالعكس يقدم على عملية ويلقى نفسه يعني في حال أفضل من هيك. ابن البيد يقول صباح الخير عليكم جميعا. بيسان تقول صباح الأنوار وكانت حفل رائع البارح في ميدان الشهداء. أكيد طبعا تعليقاتكم نقروها مشاهدينا من خلال صفحة قناة فيديو 18 على الفيسبوك. نحن نأخذ فاصل قصير وبعد الفاصل حننتقلوا أيضا موضوع له علاقة بالفن، حنحكوا على فرقة إيراتو ونرجعوا من جديد.